صباح الخير. توقيتنا كم ساعة عندنا؟ عندنا 8:30. بعد نص ساعة راح ينزل البوست، بوست انستغرام. خلوا عينكم على البوست، على انستغرام قصدي. أبي قهوة، أبي قهوة ستاربكس. لا مو ستاربكس هذا. 1 2 3. نزل البوست بسرعة، دش انستغرام الحين بسرعة، أبي أشوف الاحتفال اللي بتسوونه. ما تتخيلون إيش كثر مستانسة. وأخيراً يعني وأخيراً قدرت أنا أقول لكم، من زمان ماسكة نفسي، من زمان أنتوا قاعد تشوفوني أنا إيش كثر مستانسة ومتحمسة على هالشيء. الكل كان ناطر، الكل كان يبي يعرف ليش أنا مسافرة نيويورك مع ماك كوزماتكس. أنا مسافرة معاهم علشان نسوي حمرتي مع ماك كوزماتكس. بالنسبة لي هذا أول إنجاز بيوم ميلادي، وأهدي هالإنجاز وهالنجاح وهالهدية حق نفسي وحق متابعيني. وايد مستانسة. حابة أشكر عقيل على وقفته معي. شكرا عقيل أنك أنت دائما معي بكل شيء. شكرا أنك تعطيني دافع، شكرا أنك تقويني، شكرا أنك تعطيني بوش، شكرا أنك تدعمني بكل شيء أنا أسويه. وأنا أهدي هالنجاح حق عقيل. عقيل له جزء كبير من نجاحي. ووايد مستانسة. أوكي صدق إنه عقيل مو معي بهالسفرة، هذا شيء مضايق خلقي، بس أنا مستانسة إنه هو معي يعني بكل شيء. ما تتخيلون إيش كثر. وطبعا هم حابة أشكر كل متابعيني، شكرا على دعواتكم وعلى وقفاتكم معي، شكرا إنكم بظهري، وشكرا إنكم تحبوني وتدعون لي. فوايد يعني أنتوا شيء كبير بحياتي. قاعدة أقرأ تعليقاتكم فوق، قاعدة أقرأ وايد، قاعدة بقولي وايد شكرا. ما تتخيلون إيش كثر مستانسة، لأنه يعني هذا الشيء صار بيوم ميلادي. يعني هذا يعتبر أول gift حق نفسي بيوم ميلادي. مرات تشوفوني إن أنا ما أحب دائما أتكلم أو أرد. وايد تكتبوا لي إن فرح فلان تكلم، فلان قال، فرح سوت، فرح حطت. ما أرد طبعا، ما أرد، لأن أنا إنسانة أحب أطالع قدامي، أحب أركز بنفسي وبطريجي وبيتي وبزوجي وبهالدائرة. أحب أركز بنجاحي وبس. أحب ما أحب أطالع ورا، ما أحب ألتفت يمين يسار، أحب بس أشوف قدام الحمد لله. وهذا الشيء اللي وصلني حق فرح الهادي اليوم. هذا الشيء يمكن اللي خلاني قاعد باركون مو قادرة أركز. قاعد توصلني نوتيفيكيشنز ومسجات واتسابات ومو قادرة أركز. طبعا أنا وصلت حق هالمرحلة بفضل ربي وبفضل زوجي وبفضلكم أنتوا، والحمد لله يا رب، لأن أنا مركزة بس بنفسي وبس. ما أحب أعطي أي شيء بحياتي طاقة. هالطاقة أبذلها على نفسي، هالجهد أبذله على شغلي، علي أنا بس. فالحمد لله يا رب أنا وصلت هالمرحلة، لأن أنا ماشية بطريق صح، ولأن نيتي صافية، ولأني أتمنى نجاح حق الكل، لأن مثل ما أتمنى أي شيء حق نفسي أتمنى حق غيري. بقول لكم قصة. في وحدة كانت قريبة مني قبل فترة، يعني ما صار يمكن 5 شهور خلينا نقول. كنت قاعدة أصور توتوريال حق ماك، التوتوريال اللي الباك جراوند وردي، شفتوه أكيد. فهي قالت لي على ضحك، إيش فيك شادة حيلك ليكون عبالك بيسوون لك حمرة ماك؟ فحابة أقول لها إن أنا فعلياً موجودة بنيويورك مع ماك كوزماتكس، وقاعدين نشتغل على حمرتي، وقاعدين نشتغل على الباكج اللي بيكون ماك إكس فرح. أنا إنسانة أحب إن أنا أشتغل وأجتهد وأتعب على شغلي وعلى نجاحي. أنا أنا ما توقعت إن أنا بيكون لي تعامل كبير مع براند كبير وبراند عالمي، اللي هالبراند مسوين حمر مع سيلبرتيز عالميين. فاليوم أنا جدا سعيدة لأن هذا البراند اختارني أنا
علشان نسوي حمرتي، و وايد كلام عندي أقوله وايد. يعني أمركم لا تحطون ببالكم إن في شيء مستحيل، لا تكفلون البيبان بويهكم. في ناس ممكن راح يحاولون إنهم يوقفونكم، راح يحاولون إنهم يعثرون طريقكم، راح يحاولون إنهم يسكرون البيبان بويهكم. أنتوا بس ركزوا على نفسكم وعلى محيطكم وعلى إنجازاتكم، وماكو شيء مستحيل ترى، ماكو شيء مستحيل، لأن أنتوا أقوياء وأنتوا تقدرون. وأشكر متابعاتي إنهم هم ألهموني إن أنا أكمل وإن أنا أكون أقوى وإن أنا أقدر وإن أنا أنجز، وإن كانوا سبب في وصولي اليوم لنيويورك وأختار حمرتي مع ماك كوزمتكس. فركزوا بس بنفسكم، طالعوا قدام. شنو تتوقعون عن الحمرة؟ أم باي متحمسة، بنروح بعد شوي، بنروح بعد شوي بسوي الحمرة. طبعا أنا الصورة اللي مصورتها اللي مغطية على شفايفي هذه مو لون الحمرة، الحمرة للحين إحنا ما سويناها. لا قال شوف تعليقات أبوي دقيقة دقيقة بس خلاص عقيل سمالي العالمية. الله يعينكم على صرت عالمية، لا حد يحاكيني من اليوم رايح ما راح أصور سناب لأن أنا عالمية. أوكي هاي كايلي مسوي حمر ها. حاليا رايحين الأوفيس والمصنع. أبوي متحمسة، بدي اوريكم اللون اللي اخترته. يعني شو تتوقعون؟ فيش يعني اللون اللي انا مفكره فيه ما انقل وايد التعليقات. يلا بروح اسوي حمرة عالمية، اشوفكم بعدين. الأوفيس مال ماك، أنا مع كشتي وصلت أوفيس ماك. حاليا بنروح نشوف التيم كله ونبلش نسوي حمرنا. عجيب، your next ماك ميكر. شوفوا من طلع وناسه كرسي فرح الهادي، هذا الكرسي العالمي. عجيب. السامبلز زين، بشوف الالوان. جربيها حطيها. ونوفا بعد عدة محاولات قاعدين نجرب، اخترنا الحمرة واخيرا we have a winner. واخيرا اخترت. قاعدين يورونا شلون يسوون اللبستكس، عجيب. So we just spray. Yeah. Yeah, this is how we actually do it. Make more sticks out of that. Mm-hmm. So we keep belting and melting until we can't make any more sticks. And then we call it a day. عجيب كان الحين صار. وناسة. You know you're ready to open the mold when you try to separate the base from the top part and it doesn't stick to it. Once it sticks, you know it's not solidified. And so then voila, your sticks are formed. Wow. Okay. So, can show you here. You can see the stick there.
Angelo is one of my senior chemists. She's been with the company 15 years. تخيلوا يسوون حمرة حمرة كذي. And I've been with lipstick group for 5 years. Yes. She came to the fabulous group. Yes. عجيب. And I'm there. Yes. I want that. اشتغلنا وايد على الحمره. I can't wait انكم تجربونها. هذا اللون اللي استرت وايد اشتغلنا عليه واشتغلنا على باكج وايد حلو ان شاء الله يعجبكم. بس والله بعدين جايز انا صاحي هادي حاليا احنا موجودين في نيويورك اوفيس ماركوز ماتريكس. اشتغلنا وايد على الحمره اللي استرتها واشتغلنا على باكج وايد حلو ان شاء الله يعجبكم. هذا اللون I can't wait انكم تجربونه. وين وقعت؟ توترت لما تتوتر يا هون. ما بلحق احد. زين شنو ابطل؟ ابطل ولا صح؟ يس. There's girl the other new. ها انا من التوتر. So شنو لا صدق اللي قاعد افكر فيه انا. شو عم تفكري؟ قاعد افكر بشيء ما ادري احس راح ابكي. احكي هالشيء. احس راح ابكي. لحظه صدق. لبستك؟ يس. او ماي جاد. او ماي جاد. ابين. ابين جتني البنشه وايد اشياء قاعد احس. ابين صدق متى؟ خلاص والله